بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. أهلا ومرحبا بكم في قناة موثوقة التعليمية. في هذا العدد سنتعلم كيفية ملء بطاقة تعبئة إيدوم الخاصة بالإنترنت لاتصالات الجزائر عبر تطبيقهم الرسمي. كما تلاحظون نقوم بتحميل التطبيق ثم نقوم بالدخول إليه. كما تلاحظون تظهر لي هذه الواجهة. نختار تعبئة الإنترنت، نقوم بكتابة رقم الهاتف الثابت الخاص بنا وهو رقم الانترنت. بعد كتابة رقم الهاتف الثابت الخاص بالانترنت نضغط على تأكيد. نقوم هنا بكتابة 16 رقم بطاقة تعبئة إيدوم أدياسيل ثم نضغط على تأكيد. تمت عملية شحن رصيد الانترنت إيدوم الخاصة باتصالات الجزائر بكل نجاح. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. في حالة ما أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالضغط على زر لايك وعمل الاشتراك في القناة في حالة ما كنت غير مشترك. شكرا لكم على المشاهدة.